السلام عليكم. قدراتك في حياتك. إنك تملك قدرات هائلة يمكن أن تحقق بها كل ما تسعى إليه في حياتك، وبدون أدنى شك إن قدراتك هي موجودة، وما عليك إلا أن تبحث عنها وتظهرها على سلوكياتك. إن البحث عن القدرات هي بمثابة البحث عن ملف موجود في خزانة، والخزانة تحتوي على العديد من الأدراج، وكل درج يحتوي على عدة ملفات. قدراتك عملية بحث يمكن تطويرها وتنميتها على حسب ما تشاء، وهي أقوى المهارات التي تجعلك تحقق ما تريد، وتجعلك أيضاً تظهر مواهبك الرائعة في كل مرة لتحصل على مقاصدك وأهدافك. ابدأ في البحث في خزانة نفسك التي تحتوي على العديد من القدرات الموجودة داخل المواهب التي تنتظرك لتكتشفها. عليك أن تظهر مواهبك على السطح وإبراز مهاراتك على النتائج التي تحدثها تصرفاتك. إذا قمت بتطبيق مواهبك ومهاراتك البسيطة، فإن البداية ستكون سليمة ومضمونة بحول الله تعالى. إذا كانت قدراتك على نفس الامتداد في تحقيق أهدافك الذي بدوره ينطبق ويظهر في كل مرة على أفعالك بقوة، وتصبح تواعيه في كل مرة وفي كل وقت، فإن ذلك سيسيطر على سلوكياتك وعاداتك، وفي الأخير يحدد مصيرك. أرجو أن أكون قد أفدتكم. سلام الله عليكم.